قلنا لحضراتكم مرة تانية، في احنا النهاردة داخلين في اليوم 75، يعني 75 يوم على الأحداث التي مرت في المنطقة واللي بتعرض ليها إخواننا في غزة، الشعب الفلسطيني. كل العالم بينظر إلى ما يحدث له، وكل العالم بيعترف وعارف كويس جدا أن في جرائم حرب بترتكب، ولكن الداخل الإسرائيلي أيضا عنده تغييرات. أنا وريت لكم كذا مرة وجبت لكم كذا خبر في كذا مرة من الصحف الإسرائيلية وتسريبات، وبدأوا ينظروا إلى الموقف، الأخبار عاملة إزاي. أنا عايز أقول لكم أن في دراسة صدرت من جامعة يافا، وهذه الدراسة اتنشرت في صحيفة يدعوت أحرنوت، وبتؤكد أن 60% من المجتمع الإسرائيلي عقبال ما يبقوا 100% مصاب باضطرابات التوتر الحاد بعد عملية طوفان الأقصى. طيب مدى التأثر ايه؟ وايه هو الأبعاد في هذا المجتمع، خاصة ان في داخل المجتمع الإسرائيلي بدأت تظهر انقسامات واضحة وضغوط على الحكومة وضغوط على الناس، والناس اللي قالت لك لا احنا هنمشي من البلد، حواديت كتير جدا بتحدث. ولكن خلونا نركز في الشق ده، شق تأثرهم نفسيا بالأحداث، بغض النظر هو متأثر لأنه هو حاسس انه هو قتل وده هجموا عليه والارهابيين دخلوا لنا واللي واللي، او متاثر بما تقوم به دولته والحاله اللي هو عايش فيها. اسمحوا لي ارحب في هذه الفقره بالاستاذ اللي وراء النظره الى هذا المجتمع ودراسته منذ فتره طويله، الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والمخ والاعصاب. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. ايه اللي بيحصل في المجتمع الاسرائيلي؟ بص يا فندم، دائما لما بتطلع اكذوبه والناس بتصدقها، لما بتظهر هذه الاكذوبه وحقيقتها بيحصل انهيار. دائما احنا عندنا شخصيه يهوديه وعندنا شخصيه اسرائيليه. الشخصيه اليهوديه شخصيه تحب الحياه، تحب التكالب على المال، هي دي طبيعتها. في نفس الوقت الشخصيه الاسرائيليه شخصيه اتبنت على وهم القوه التي لا تقهر، زي في 73 قال لك احنا عندنا خط بليف، استحاله مصر تقرب منه، اتاخد في 6 ساعات. جم بعد كده قال لك احنا عندنا اعظم جهاز مخابرات في العالم، احنا قلنا لهم احنا بنبعت لكم التحيه وشكرا لتعاونكم معنا في اكثر من عمليه. في 7 اكتوبر اسرائيل والاسرائيليين وجدوا قوات حماس جوه ما قبل 67. دي كانت بالنسبه لهم كارثيه، انهيار زي انهيار خط بارليف. انتوا عاملين تقولوا لنا في حائط صد، في سلك شائك، في اجهزه رصد، ده انت لو طائر نزل على قرب الرصد ده لو دبانه مش عارف دبانه هتعلق. وجدوا ابطال حماس جوه الكيان الصهيوني من جوه، اتخذت الناس بالبيجامات بتاعتها، اتخذت الناس من بيوتها. كانت بالنسبه لهم دي صدمه نفسيه في شخصيه تحب الحياه، تحب التكلب على المال، وجدت نفسها في عراء في توقيت صغير جدا. يعني هو شعور فجأة هدم حائط الأمان الداخلي عنده اللي هو بني نفسه عليه. في ناس تسرعت، وإن شاء الله بقى هيعمل كده بعد كده، إن في 350 ألف غادروا إسرائيل فعلا، رصد تم رصد الموانئ الجوية لا كلها. لا، هو غادروا إسرائيل ليس هاجروا من إسرائيل، مغادرة، وإن شاء الله مش هيرجعوا بإذن الله. أقول إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. النهاردة الناس دي الخوف مسيطر عليها. النهاردة الخوف لما شافوا ناس بتاخد أسرة، شافوا الموساد والشباك المواقع بتاعتهم بتقع في الأسر، والناس بتاعتها بتتاخد في الأسر، كل ده كان بالنسبة لهم صدمة نفسية. صدمة نفسية هم لسه ما شافوش الكارثة، هو لغاية دلوقتي لسه في المرحلة الحادة. المرحلة الحادة واللي هم كلنا متكتلين عشان ننتصر على العدو بتاعنا. فاحنا لسه بنعاني شويه احلام، شويه مخاوف، شويه اعراض جسمانيه نتيجه التوتر، اللي هي الصدمه الاولى. الصدمه الاولى صداع، زغلله، ضربات قلب، معده، قولون عصبي. في عندنا فئه اكتر ابتدت احلام تسيطر عليها بالخوف الشديد، اللي هم الشباب اللي داخلين على مرحله الخدمه في القوات المسلحه. هذا انا عايز ابقى اكلمك في حته القوات المسلحه، دول بيموتوا بعض من الخوف. من الخوف ده متصورين وايديهم بتترعش. فالنهارده ده مش عارف يرمي القنبله. في شباب الدور عليهم لخدمه الكيان، جيش الكيان،
فبالتالي هو بيحلم انا هكون مكان الناس دي، وخصوصا لما تسربت بعض الفيديوهات وهم واقعين في القصر وازاي الرعب مسيطر عليهم، ده والعمليات اللي بتتم داخل اراضي غزه والاراضي المحتله قبل 67، لا بيوريك النهارده احنا في رعب. طب ما احنا نيجي نفكر في حاجه تاني، هو مين اللي بيخدم في الجيش الاسرائيلي دلوقتي؟ دول ناس عايزين ياخدوا الجنسيه من اليهود اللي جايين، سواء من الفلاشه، من اريتريا، من اثيوبيا طبعا، من اليمن، من المغرب، عايزين ياخدوا الجنسيه. ما انت تخدم في الجيش الاسرائيلي عشان تاخد الجنسيه لازم كده؟ لازم كده، ما زي الجيش الامريكي اللي عايز ياخد الجنسيه الامريكيه وهو في سن التجنيد لازم تخدم في الجيش الامريكي. فالنهارده لما يجي يلقى نفسه في ده، ايه الرعب اللي انا جيت عليه؟ فبالتالي هو الارض دي مش ارض اللي انا بدافع عنها، هذه الارض مش ارضي، انا جاي من وطن، جاي من اريتريا، جاي من اليمن، جاي عشان ادافع على ارض مش بتاعتي، وفي نفس الوقت بلاقي زميلي بيموت. هما النظره لم تعد دفاعا عن ارض، هو بيدافع عن فكره. ده انا شايف ان ده هما عندهم افكار لو ترجمناها للعالم دول اكتر دوله فاشيه في تاريخ البشريه، مبنيه على اسس دينيه. اقتل الكل، اقتل الكل، خصوصا العرب. فبالتالي هو النهارده لقي نفسه، انا اسف، قدام وهم فنكوشي. أيوة. هو كان بيدافع، لا مش اسف فندم، هم كلهم فناكيش. انا اللفظ انا اسف ان اقوله ده لحضرتك. يعني فبالتالي هذا ابتدى الهيكل ده ينهار، فبالتالي الناس اللي قاعده جوه ابتدت تخاف، ابتدت تترعب. اللي جاي ايه؟ احنا بقى نفكر نقول لهم اللي جاي ايه؟ اللي جاي لسه في ناس هتيجي من الحرب بصدمات نفسيه. قول ان شاء الله باذن الله. طبعا في عندنا حاجه اسمها عصاب ما بعد الصدمه، في ناس شافت زمايلها بيتقتلوا، في ناس شافت انفجارات، دي هترجع هو واسرهم. بس الدراسه لم تتطرق الى الجيش لان هو في حاله حرب، هو بيعتبر نفسه في حاله حرب ولا كذا، هي تطرقت لمين؟ للناس اللي ما حدش مات لهم، مش قريبين من المناطق المهدده، ما تعرضوش لحاجه، ده دراسه بعيده. ما عشان فاكتشفت ان البعيد هو المتاثر بقوه شديده نفسيه. اضافه يا فندم ده متاثر هنقول 40%، هو ما اتكلمش على النطاق اللي بجوار غزه ونطاق الجيش والنسب اللي اعلى من دي بمراحل موجوده حاليا. هم نفسه سربوا بعض التسريبات من داخل وحدات عسكريه اسرائيليه، نسب الاضطرابات النفسيه ونسبة التهرب من الخدمه اللي مش عايزين يتكلموا عليها، نسب ان الناس اللي بتضرب زمايلها نتيجه عدم تنفيذ الاوامر الصادره اليها، مع ان الاوامر واضحه وهيئه العمليات الاسرائيليه بتديهم خرائط واضحه، ومع ذلك بيتجاوزوها نتيجه الخوف الشديد المسيطر عليهم. هو عايز يحافظ على حياته، عايز يحافظ على نفسه، ما بينفذ. دي طبيعه اليهودي، انا بخاف على نفسي. ان اليهودي هل يدعو حضرتك انك تبقى يهودي؟ لا. ليه؟ معرفش. عشان ما تشاركوش في الجنة. عشان ايه؟ ما تشاركوش في الجنة. انت بتتكلم جد؟ اه والله. ده معتقد عندك؟ اه معتقد، يعني المسلم يدعو الناس الى الاسلام، المسيحي يبشر بالمسيحية، ولكن اليهودي لا، انت لا احنا مش عايزين يهود. ده هو يقاومك ان انت تبقى يهودي، ليه؟ ده الجنة محسوبة علينا، ادخل واحد معايا ليه؟ انت تاخد جزء مني. حتى في دي كمان؟ في دي كمان، هو بيحب المال وبيحب الحياة. نحن يعني احنا كعرب مسلمين بالنسبة لنا الجهاد والاستشهاد في سبيل الله رغبة، هو بالنسبة له التمسك بالحياة رغبة، فهو ده التباين بين الاثنين. طب بعد إذن حضرتك خليني أنتقل بيك، يعني في منطقة هنا، منطقة رمادية في هذا الشأن، وهو تأثير هذه الحالة على المستوطنين. ما أنا عندي مستوطنين في الضفة الغربية انطلقوا قتلا، وجيش إسرائيلي انطلق في الضفة الغربية، ما بتكلمش على قطاع غزة، ده لغاية دلوقتي ماسكين منهم أكتر من 4000 بني آدم تم اعتقالهم خلال السبعين يوم اللي فاتوا من الضفة الغربية. يعني والمستوطنين توحشوا في مواجهة الفلسطينيين. تمام. المستوطنين توحشوا ليه؟ خوفا على حياتهم. هو اعتبر نفسه النهاردة مقاتل. لما إسرائيل بتبعت بعض الدول الغربية بتطلب بنادق معينه ب 240 الف مضيه، ويجي الكونجرس الامريكي يقول لك ليه، وانتوا كده تضربوا بيها مين؟ ولا كان عايز نتنياهو، قال لك انا عايز اديها للمستوطنين. يوريك مدى الخوف والرعب اللي مسيطر عليه.
يعني احنا النهارده دوله، احنا دوله زي جمهوريه مصر العربيه، في قوات مسلحه، في جهاز الشرطه، هم المسموح لهم بحمل السلاح، ما عدا ذلك لا. فاحنا واثقين وامنين بتواجدهم. هم هناك مش واثقين ولا امنين بتواجد لا الشرطه الاسرائيليه ولا الجيش الدفاع الاسرائيلي. فبالتالي المستوطن ابتدى يدافع عن نفسه، لان ليه؟ الجيش بتاعه بيهرب، ليه؟ الجيش بتاعه بينهار، فهو بيدافع عن حياته. فبالتالي هو واصل لمرحلة من الخوف والتوترية العالية جدا. وانت بتتكلم في مجموعة موجودة من المستوطنين على الأراضي غزة. طب تخيل بقى، واللي جوه ابتدى يتأثر 40%، يبقى اللي بره ده اتأثر كام؟ اللي بيحارب ده اتأثر كام؟ ده هيزيد العدد على يوم 3 لـ6 شهور من الآن، هتجد العدد زاد بنسبة تتخطى 100% من دلوقتي. هنتقل بحضرتك ايضا الى المقارنات اللي هم عملوها. يعني هو في الدراسة بدأ ينظر الى حالة، لانه واضح ان هم بيتابعوا الشعب بتاعهم، بدأ ينظر الى حالات مشابهة او مواقف 2014 مثلا، وبدأ يقارن ما بينها وما بين تأثر الاسرائيليين النهاردة، رغم ان هو النهاردة اكثر قوة، رغم ان هو النهاردة اكثر دمارا، رغم ان هو النهارده بيعمل جرائم بشعه كل يوم علشان يحاول ان يقول انا الوحش، انا الذي لا يقهر، بيحاول قدر الامكان، ولكنهم تاثروا اكتر كتير جدا من اللي حصل في 2014. ليه؟ في 2014 هل دخلوا جوه المستوطنات؟ هل خدوا اسرى من المستوطنات؟ لا. هل في 2014 انهارت بعض نقاط للمخابرات الإسرائيلية أو المخابرات الحربية الإسرائيلية واتخذ الرجالة بتاعتها أسرى وأجهزتها اتخذت أسرى؟ لا. النهاردة في يعني في مشهد اختلف تماما، مشهد اختلف تماما. انا كان عاجبني جدا وهم اخدينه بالشورت بالبوكسر بتاعه. دي جزئية. الجزئية التانية ان الجيش الإسرائيلي، لو ترجع حضرتك بالذاكرة الحرب 73، لما جولدا مهير اتصلت بكيسنجر وقالت له احنا، وهي بتعيط، الحقنا يا مصريين دخلوا تل ابيب. نفس الفكر النهارده نتنياهو لما اتصل بالرئيس الامريكي وقال له الحقنا ان الفلسطينيين داخلين ممكن ياخدوا تل ابيب. هي نفس السيناريو، نفس واحد. نفس بالنسبه لهم هذا السيناريو. خلوني ايضا اقدم لكم ضيفي في الان، في هيكون معانا عبر سكايب، دكتور احمد فؤاد انور، الخبير في الشان الاسرائيلي. دكتور احمد مساء الخير يا فندم. اهلا محمد بيه، واهلا بضيفك الكريم. اهلا بيك. رايك ايه في الدراسات اللي بتتعمل عن الحاله النفسيه للشعب الاسرائيلي، وايضا هتاثر ازاي هذه الحاله، احنا دلوقتي في المدى القصير، في المدى المتوسط على اتخاذ القرار او على صانع القرار داخل اسرائيل؟ يعني بكل تأكيد سيكون لها تأثير سلبي. بدأ بالفعل في نزيف في الهجرة العكسية، بدأ يتبلور ويتضح. الجانب الإسرائيلي بيحاول أن يؤكد بأن الخسائر يعني معقولة، وأن يمكن تخطيها، وأن هذه فترة مؤقتة. لكن دخلنا في الشهر الثالث، هذا فصيل واحد محاصر بقاله 17 سنة، لا يوجد لديه ميناء، لا يوجد لديه مطار. فإذا فتحت جبهات أخرى كيف سيكون الحال؟ الجانب الإسرائيلي الرسمي يحاول لملمة الجراح ووقف النزيف أو تقليل الخسائر من خلال التأكيد على أن الخارج البديل أيضا يكرهه. الحقيقة الحل هو أن يكفوا عن احتلال أراضي شعوب أخرى. يعني هو الفكرة أن بتحاول الحكومة الإسرائيلية أن تقول لهم في 80 دولة في العالم من الخطورة بمكان أن تزوروها حاليا، لا تغادروا إسرائيل، يخشون أن يهاجروا إلى الأبد وأن يخرجوا بلا عودة. طيب دكتور أحمد، خليني أخدك في المنطقة بتاعت، يعني هقسم لك المجتمع الإسرائيلي كده، ناس بعيدة تمت عليهم الدراسة وناس قريبة. يعني أنا قدامي في هذه الدراسة التي صدرت ونشرتها يدعوت أحرنوت، بتقول ان اي حد مسجل من ضمن الاحتياطي، هم عملوا برضو في جزء من الدراسة ان انت، هل انت او مراتك من ضمن احتياطي الجيش، فاكتشفوا ان حالة التوتر العصبي والنفسي عندهم زايدة بنسبة 60%.
طبعا هو الفكره ان هناك ذرائع للتهرب من اداء الخدمه العسكريه، خاصه الاستدعاء للاحتياطي، فبالتالي هناك ضغط من الحكومه الاسرائيليه بمضاعفه الغرامات وبمناشدات، وان هذا هو التحذير الاخير. الجانب الاخر من قوات الاحتياط بيقول ان البنوك بتلاحقني، انا عندي استدعاء على الاحتياطي والبنك بيطالبني باقساط، بيطالبني بالتزامات، فهو بيضغط على الحكومة بيبتزها لكي ينتزع منها مكاسب اقتصادية أثناء الحرب. لكن طبعا المشهد برمته في حالة من التخبط، يعني إذا كنا بنقارن 2014 لا يوجد مجال للمقارنة. هو بالفعل في 2014 شجاعية لوحدها حصدت من أرواح جيش الاحتلال، لكن الأمر المرة دي يعني بقى شبه يومي، 7 و10 هذا الرسمي الذي يتم الاعتراف به. من أجل الاعتراف بعدد المصابين تم خوض معارك مع المتحدث باسم جيش الاحتلال، وفي النهاية رضخ وبدأ يصدر بيانات تبين أنها كاذبة، تبين أنها أقل من خمس ما يتم رصده في المستشفيات. هذه المعركة تؤثر في المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير، تجعله يراجع حساباته. هو في قطاع من المجتمع الإسرائيلي ليس لديه غضاضة في أن يتم القضاء على غزة حتى وعلى أشلاء المدنيين، عشرات الآلاف من المدنيين، لكن ليس على استعداد لكي أن يدفع الثمن. وهو يعلم بأن أيضا الصواريخ والرشقات الصاروخية التي تطال، لا تزال تطال حتى تل أبيب، هي أيضا لها خسائر لم يعد يتم الإعلان عنها. فيما سبق كان بيتم الإعلان بأن هناك تايلانديين أصيبوا من صواريخ المقاومة، كان في بدوي أصيب من صواريخ المقاومة، المرة دي مفيش حد خالص. هذا يعني يدل على الكذب، لأن بيتم دوما إفلات عدد من صواريخ المقاومة، ناهيك عن حالة الارتباك التي تجعل البعض يصاب أو يسقط من الهلع. في كثير من الأعداد بيتم نقلها مصابة بهلع إلى المستشفيات. طب يعني دكتور أحمد، الانعكاس ده هيكون إيه على التحركات السياسية والقرارات بتاعت حكومة نتنياهو في خلال 10-15 يوم الجايين دول؟ العالم بيصرخ وأمريكا ما زالت بتحميه، ولكن بدأ الآن لن تستطيع، أنا لا أعتقد أن أمريكا تستطيع أن تعمل فيتو تاني في الأمم المتحدة، ما عادتش تقدر تقف قدام العالم أكتر من كده دفاعا عن نتنياهو. ماذا سيفعل نتنياهو بعد شرح الوضع اللي حضرتك عملته ده؟ إيه القرارات اللي هو غصب عنه هيعملها وغصب عنه سيتجه إليها؟ هو طبعا أنا عايز أقول لحضرتك النهارده في مجلس الكابينت، المجلس الأمني المصغر للحكومة الإسرائيلية، حصل اشتباك كبير بين رئيس الأركان وبين جبير. وإذا كان الحديث عن 7 أكتوبر وعن التاريخ القريب، فنتكلم عن 29 ديسمبر حينما تولت هذه الحكومة سدة الحب وجعلت الانتهاكات في الضفة الغربية وهدم المنازل في الضفة الغربية وانتهاكات في القدس وقتل المدنيين أمر شبه يومي، حذرت منه مصر مرارا. فالآن مجبر نتنياهو على أن يمهد الرأي العام حسب وصفه هو لثمن باهظ، لثمن كبير سيقوم بدفعه في مقابل الإفراج عن بعض المحتجزين. نتكلم بقى على فئة تانية غير فئة النساء والأطفال، نتكلم على فئة الرجال في غير سن الخدمة العسكرية، نتكلم على رجال متقدمين في السن، نتكلم على رجال لديهم أمراض. وإحنا في المقابل لدينا في سجون الاحتلال من كان يقول نتنياهو مش ممكن يخرجهم أبدا، هؤلاء تورطوا في دم إسرائيليين. هو الآن مجبر، هو الآن يمهد الرأي العام لكي يتراجع عن تلك الوعود، وأعتقد أن خلال أيام سيتم إجباره ورضوخه من أجل إبرام صفقة كبيرة فيها أسماء من المقاومة تخرج من سجون الاحتلال، وايضا تمديد للهدنه الانسانيه. حضرتك اشرت للفيتو، بالفعل هناك صعوبه امام الولايات المتحده بلغه المصالح وليس شيء اخر ان تواجه العالم
مجددا، المرة اللي فاتت كان 14 وهي في صف لوحدها، كانت بريطانيا تحفظت انما 13 اعترضوا ما فيش حد معاه. المرة دي انا بتكلم على الهدنة الانسانية، او بنتكلم على تنظيم الاغاثة، تدفق الاغاثة، رؤية ايضا مصرية تسعى الى تثبيت الشعب الفلسطيني على الارض. المخطط الاساسي يا محمد بيه هو تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية. مصر بتقول لا، ندخل الاغاثة ونوقف نزيف الدم ونلجم هذا العدوان العالمي. دكتور احمد فؤاد انور، الخبير في الشان الاسرائيلي، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في هذه الفقرة. دكتور جمال، اعود اليك. من الواضح ان الان الضغوط ستأتي على نتنياهو مش دوليا، من الشأن من الداخل طبعا وبقوة شديدة. تمام. ولكن هل تتوقع، انت دكتور نفساني ودي ناس هابلة، معلش انا اسف، يعني دي ناس انا لم اكن اتوقع ان يكون بهذه الوحشية، هل تتوقع ان هذه الضغوط هتزقه؟ لان هو لما رجع بعد الهدنة اللي اتعملت اخر مرة كان اكثر تدميرا، هل تتوقع ان يلجأ الى العنف اكتر، ولا هيضطر ان هو يتنازل بشكل او باخر؟ بص يا فندم، نفسيا هو ليه لجأ للعنف؟ عشان هو حاسس ان هو مهزوم داخليا، فهي عملية تعويضية. هو مهزوم داخليا، هو على ارض الواقع عسكريا خسران. فانا بضرب في المدنيين، انا النهارده جيت خدت من حضرتك حاجات غالية عليك، وانت عمال تضرب في ظهري، تضرب في ظهري او تضرب في اي ناس واقفه حواليا، وما جيتش ناحيتي لغايه دلوقتي. هو دي النقطه اللي الناس مش عايزه تتخيلها في نتنياهو. نتنياهو مبني على فكر ديني متطرف هو ماشي عليه، اللي هو اليمين المتطرف الاسرائيلي. وانت جيت هزيت الثقه بتاعت الاسرائيليين فيه، هو عايز يرجع الثقه دي. توقعاتك هيتصرف ازاي؟ اسوأ. هيتصرف اسوأ. يعني هيفضل عامل كده وهيفضل يتصرف أسوأ وهيخطط لحاجات أسوأ. أمريكا لن تتراجع عن دعمها، احنا خلينا واقعيين، هو هيستمر في هذا لغاية ما يحس انه عمل حاجة ممكن يواجه بيها الشعب بتاعه ويقول له بص أنا عملت كذا. هو لغاية ده ما عملش حاجة. على فكرة هو لن يستطيع وهو مش هيقدر يعمل، هو عمال يضرب في مدنيين وبيكسر بيوت، ولكن على أرض الواقع انت ما عملتش حاجه من اللي انت طب قلت كويس. انا اعملها. ده يقودني لسؤال تاني، ما انت برضو استشاري الطب، يعني انت استاذ طب نفسي وانت دارسهم وعامل عنهم دراسات، مش كده؟ كويس جدا. ده يقودني بقى، طيب ادي الحاله الان النفسيه للشعب الاسرائيلي، وانت توقعاتك ايه بالنسبه للحكومه ونتنياهو واليمين المتطرف؟ انعكاس استمراره في اللي هو بيعمله ايه على الشعب الاسرائيلي؟ بص يا فندم، الشعب الاسرائيلي هيستمر في التوتر والقلق، بيزيد طول ما الحرب دي شغاله. نتفق. في ناس هتبدا ترجع من اللي على الجبهه. بامراض نفسيه واضحه جدا. عصاب الصدمه ان شاء الله رب العالمين كده باذن الله ما هيشوفوه. تلاقي واحد واقف في وسط تل ابيب ويسمع صوت كلاكس عربيه هيعرق ويتبول على نفسه ويهيج ويكسر. تخيل ده بقى كام واحد. المنظر ده توقعه مني، انا بقول لك اقسم بالله هيحصل في قلب تل ابيب. هتلاقي ناس واقفه مجرد كلاكس، صوت عربيه عالي، شكمان عربيه، شكمان موتوسيكل، هيجري يكسر، هيبدا يهيج ممكن، وخصوصا مع انتشار السلاح مع الناس ممكن يضرب عشوائي في مواطنين من عنده. الحوادث دي هتزيد جدا. انا بقول لك ليه من 3 6 شهور لغايه لما الصدمه الثانيه تيجي. اسمها ايه في العلم؟ الصدمة بعد الصدمة، بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، بي تي اس دي. ما هو البي تي اس دي ده اوريدي هم رصدوه عند 41% من المتجوزين. لا يا فندم، ده لسه، ده مش هيبان الا في الناس اللي رجعت وخدت الصدمة الأولى، دي صدمة أولى يا فندم. البي تي اس دي ده واحد خد صدمة ولما تيجي تظهر أي حاجة تنشط هذه الصدمة ولو بسيطة هتفضل عايشة جوه، تروح صاعدة تاني على طول جوه. اتمنى هذا باذن الله. الهي يبتليكم البي تي اس دي كلكم عشان نخلص منكم. هيحصل. اه والله حاجه يعني للاسف الشديد ان احنا نضطر في يوم من الايام ان احنا ننظر الى الحاله النفسيه لشعب اسرائيل وهم بيموتوا
في الفلسطينيين، بس خدوا بالكم ان انتقام ربنا كبير. ما هو ربنا برضه له ميزان في كل هذه الاشياء. دكتور جمال فراويز، انا استشاري الطب النفسي والمخ والاعصاب، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا في هذه الفقره. بشكر حضراتكم على المتابعه. ما يحدث في هذا الملف سيغير السياسه الدوليه، وانا بقول لحضراتكم مش بس في الاول كنا بقول لكم تعود فلسطين او القضيه الفلسطينيه على مائده المفاوضات، لا، انا النهارده اللي بقوله لكم ان ما حدث في غزه غير تماما وجه السياسات الخارجيه ووجه المؤسسات الدوليه الى الابد، الى الابد، امام كل الشعوب وامام كل رجال السياسه وكل المنظمات، كل ما يمكن ان تتخيله قد تغير، لانه اختبر في لحظه وحط العالم وما زال حاطط العالم في اختبار انساني لكل القيم الانسانيه اللي بتقول بيها كل الاديان واللي بتؤمن بيها كل الناس حتى بما فيهم الكفره. وده اللي هيغير العالم بعد كده. بشكركم على المتابعه، نشوفكم بكره على خير باذن الله. الحياه اليوم.